حالة من الانبهار والذهول داخل الإعلام الجزائري والشارع الرياضي الجزائري والإعلام المصري والعربي والإفريقي والعالمي. المنتخب المغربي إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية. وقبل ما ندخل في التفاصيل، في البداية الفيديو ده بالذات يستحق منك المليون لايك، اضغط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس وشير الفيديو لكل حبايبك على مستوى العالم، وافتخر ان انت مغربي. طبعا حالة من الانبهار والذهول، المنتخب المغربي في أداء ولا أروع، يكتسح المنتخب المصري المنظم والمستضيف لبطولة كأس الأمم الأفريقية لمكتور الأطراف لنسخة عام 2024 المقامة على الأراضي المصرية. المنتخب المغربي بيقدم أداء ولا أروع بعد الفوز على منتخب الفراعنة بعد الأشواط الإضافية بنتيجة 4-2. انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2 بين المنتخبين، ثم يلجأ المنتخبين إلى لعب الأشواط الإضافية. ورغم كل الصعاب ورغم كل التحديات ورغم كل التحيز التحكيمي من جانب أعضاء وبعثة ومنظمين اللجنة التنظيمية المصرية، إلا أن أسود الأطلس أبطال المملكة المغربية نعم للتحدي، نعم قادرون على المرور، نعم قادرون على التأهل إلى النهائي، نعم قادرون رغم كل الصعوبات رغم كل التحديات، نعم قادرون على تحقيق الحلم. وبالفعل تأهل المنتخب المغربي إلى نصف نهائي البطولة على حساب منتخب مصر، وفي نفس التوقيت استطاع المنتخب الغاني من الإطاحة بمنتخب تنزانيا في مباراة نصف ربع النهائي بنتيجة 4-1 ليتأهل المنتخب الغاني أيضا إلى نصف نهائي البطولة في مباراة في ماراثون تاريخي سيواجه المنتخب الجزائري بعد تأهل المنتخب الجزائري بصعوبة على حساب منتخب سيراليون في المباراة اللي انتهت بنتيجة 2-1 لصالح المنتخب الجزائري، ولأول مشاركة في أول مشاركة رسمية ولأول تأهل رسمي للمنتخب الجزائري يصعد إلى نصف نهائي البطولة على حساب منتخب أنجولا وصيف بطولة العالم لنسخة عام 2022 وحاصل وحامل لقب بطولة 2018. وعلى الجانب الآخر مواجهة صعبة جدا تنتظر المنتخب الجزائري محارب الصحراء على الرغم من الهزيمة أمام منتخب غانا في الجولة الثانية في مرحلة المجموعات بنتيجة 5-0. أتوقع أيضا الإقصاء أمام المنتخب الغاني بنتيجة ثقيلة نتيجة مدوية. غانا حاملة لقب 2023 في ألعاب القوى بمدينة أكارا الغانية، وأيضا المنتخب المغربي يستحق كل الدعم، يستحق كل التقدير، يستحق مننا كل الشكر موصول لكل عناصر المنتخب المغربي سواء أعضاء وعناصر بعثة الفريق ومنظمين أيضا اللجنة المنظمة لبعثة فريق المنتخب المغربي. وعلى الجانب الآخر المنتخب المغربي تأهل كأول المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط. ما ننساش أيضا المنتخب المغربي يا جماعة اللي حقق فوزين متتاليين بعد الفوز على كل من أوغندا بنتيجة 9-0، وأيضا في الجولة الثانية استطاع من الإطاحة بمنتخب ليبيريا بنتيجة 5-0. وفي نفس التوقيت منتخب ليبيريا يواجه المنتخب النيجيري في ربع نهائي البطولة، وأتوقع سنلاقي المنتخب النيجيري في نصف نهائي البطولة بمشيئة الله تعالى، على الرغم من أننا التقينا مع المنتخب الغاني في المباراة النهائية في 2023 في ألعاب القوى الأفريقية واستطعنا من الحصول على وصيف البطولة بمشيئة الله تعالى. أتوقع
ملاقاتنا الثانية على التوالي مع المنتخب الغاني في نهائي البطولة أيضا 2024، ومن ثم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026. وأينما التقينا، حتى وإن التقينا مع المنتخب الجزائري في نهائي البطولة وليكن، سينسحب منتخب الجزائر بمجرد رؤية الخريطة المغربية. أصبحت عقدة الكرة الجزائرية والرياضة الجزائرية. ألف مليون مبروك المنتخب المغربي هنا ومن داخل قناتي، يستحق كل الدعم، كل الشكر موصول، أطيب التمنيات لكل عناصر باشة الرياضة المغربية. وعلى الجانب الآخر أيضا المنتخب النيجيري حقق مباريات قوية جدا بعد الفوز في جولتين. أيضا المنتخب النيجيري فاز على منتخب بروندي بنتيجة 11 هدف مقابل لا شيء، وأيضا فاز على كينيا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وأيضا اتعادل مع منتخب الفراعنة بنتيجة 0-0 بالتعادل السلبي لكل منهما. أيضا المنتخب النيجيري سننسى كل ما حدث في مباراة اليوم من أخطاء تحكيمية أو تحيز تحكيمي للمنتخب المصري، منتخب الفراعنة على أرضه ووسط جمهوره. يكفينا فخر، يكفي المغاربة الفخر والعزة، التأهل عن جدارة وعن استحقاق إلى نصف نهائي البطولة على حساب المنتخب المصري المنظم والمستضيف للبطولة وعلى أرضية ملعب دار السادات، وأيضا في نفس التوقيت وسط جمهور وعشاق الكرة المصرية اللي ما كانش مصدق طبعا أن المنتخب المغربي يكمل مشوار، يكمل أداء وحلم البطولة بالتأهل على حساب المنتخب المصري في الأوقات الإضافية دون استسلام، دون أدنى تراجع للخلف، دون أدنى شك في تأهل المنتخب المغربي عن جدارة. ألف مليون مبروك لكل عناصر المنتخب المغربي، ألف ألف مليون مبروك. محسن شغاغ اللي أيضا أحرز 3 أهداف في مباراة اليوم، إلياس سبيع اللي أحرز هدف، كل عناصر المنتخب المغربي دون استثناء، ألف مليون مبروك. أطيب التمنيات العبور في نصف النهائي على حساب منتخب نيجيريا بمشيئة الله تعالى، ومن ثم التأهل إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة على الأراضي المصرية لنسخة عام 2024، ومن ثم إلى نهائيات كأس العالم 2026. ألف ألف مليار مبروك للمرة المليار، للمرة المليار مليار، ألف مليار مبروك. وأيضا اتركوا تعليقاتكم داخل قناتي للتشجيع الدؤوب والمستمر لأبطال التحدي لأسود الأطلس في كافة أنواع الأنشطة الرياضية، وبالأخص في البطولة الأفريقية لمبتور الأطراف لنسخة عام 2024 على الأراضي المصرية، إلى مزيد من التألق والإنجازات، إلى مزيد من النجاحات، إلى مزيد من الإنجازات في شتى أنواع الأنشطة الرياضية، إلى مزيد من التألق والانتصارات للمملكة المغربية وللشعب المغربي الطيب الأصيل. وأشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.